معي نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو، ما شاء الله تبارك الله في آخر 9 أهداف للنصر مساهم فيها جميعا، بدأ يتأقلم بشكل سريع جدا. أرقام ولغة الأرقام كريستيانو دائما يتعامل معها بشكل جيد جدا. I'm very happy. طبعا أنا سعيد جدا. But the most important it's the team. لكن الأهم الشيء هو الفريق. The team do it a fantastic job. الفريق سوى شغل جبار. They run, they fight. جروا قاتلوا. And for me, the goals is important. الأهداف مهمة. But the most important is the team. لكن الأهم هو الفريق. في الفترة الأخيرة شاهدنا في تناغم ما بينه وبين عبد الرحمن غريب، هذا انعكس بشكل أكثر من رائع على كريستيانو، أيضا على غريب وأيضا على الأهداف. Yes, I feel more adapted with the team. طبعا الآن أنا متأقلم مع الفريق أكثر. It's not easy to come 5, 6, 7 games and everyone know my movements or not. أكيد يعني صعب، مو سهل الواحد لما يجي أول 5-6 مباريات وكل الناس بتعرف حركاتي وكذا. But I start to understand their movements and they start to understand my movements. عفوا إنه يعني ما بعرف في حركات زملائي وكذا، الآن صرت أفهمهم، صرت أقرأهم بشكل جيد. And for me the most important it's step by step we can reach the big level. أهم شيء أنه خطوة بخطوة ممكن نوصل للمستوى الأعلى. واحد من النجوم نتشرف بوجوده وتشرف أنا بلقائي معه. I'm very proud to make an interview with you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. شكرا. كان هذا حديث.